أسرة المجاهدين والشهداء الذين يحضروا معنا. توزيع اليوم 4286 وحدة سكنية لمستحقيها، من بينها 2185 وحدة سكنية بصيغة الإيجاري العمومي، 1300 وحدة سكنية بصيغة عدل، 750 إعانة للبناء الريفي، و51 سكن صيغة الترقوي المدعم. ونرتقي بحول الله من نهاية السنة إضافة 1000 وحدة سكنية سوف توزع في الأشهر القادمة. الحظيرة السكنية اللي راهي في طور الإنجاز عددها 13691 وحدة سكنية. بعد إعلان سيد الوزير السكن والعمران بالمدينة انطلاق عملية توزيع السكن هنا من سطيف، نشارك في توزيع سكنات بحوالي هي 4286، تشارك وكالة عدل ب 1300 وحدة سكنية. لنذكر بالذكر باللي هذه السكنات توزعت 5 جويلية، بديناها في أواخر 2021، لأقل من سنتين كان قدرنا نسلموا هذه السكنات مع الحرص على النوعية واستعمال المواد الأولية. بعد مدة وحنا نستناو 10 سنين واليوم الحمد لله فرحنا وفرحوا الأولاد، وبارك الله في الممثلين وبارك الله في المسؤولين.